خير ابني؟ ناوي تسافر؟ عم بتفرج عليهم. تفضلي قاعدة. أنا ماني جاي أقعد، أنا رايحة أنام. تصبح على خير. وأنت بخير. رح تعملكم كلكم. ترر ترر تعي. تعي. انت السبب بكل هالعجقة، تعي. فاطمة شكله جوزك ملاقي شغل، صار يطلع بكير ويرجع متأخر. وانتي لساتك راكدة ورا جهازك. لك شو متأملة بعد كل اللي صار؟ ما بظن انه راح يتركك. سمعت انه ابوه عايش بس ما بيعرف كيف شكله حتى، عم يقولوا انه عايش باستراليا. هلا Thank you.
ليش اجا ولوين راح؟ مين؟ قصدي القطة. ليش قاعدة كأنه ايديك محناية؟ يلا قومي قدامنا شغل. لما يتعشي هي من هون. يلا فاطمة قومي خلصيني. ايه حبيبتي هلا وصلنا على البيت. بتصدقي طول الطريق وانا نايم بالسيارة؟ هلا لحتى صحي. ايه راح اتدوش وروح على الشركة فورا. ماشي حبيبتي ديري بالك على حالك. يلا باي. الحمد لله على السلامة. ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ طول الوقت وانا قاعد مع عائلة مرام ما كان فيني رد عليك. ايه وشو قالوا لك؟ قالوا لك إذا حكيت مع عثمان رح نفسخ الخطبة يعني؟ ما تنسى إنه أنت سبب بكل شيء صار معنا. أنت بتعرف كتير منيح يلي عانيته وأنا محبوس. شو لكون أنا اللي حبستك؟ عن جد أنت واحد غبي. وليش حماك الكلب طالعك إلك لحالك من السجن؟ لا تسب الزلمة. أها بهالسرعة قدر رشوان بيك يغيرك يا عريس الغفلة؟ أنا بدي أفهم أنت ليش جاي تعاتبني هلا؟ ها؟ نسيان إنه اللي صار كله بسببك يا واطي؟ الواطي هو أبوك يا عيني. أنت هيك زودت كتير. أنا اللي زودتها ولا أنت؟ انقلع من هون. يلا طلعني يا خير. ماشي يا سليم ناقصك أنا ولك. ها انقلع من بيتي روح. تعرفي حاسة حالي كأني طالعة من حرب. بآخر فترة صرت كتير عم كذب يا رمزية. أنا صرت خجلانة من حالي. شو بدك تساوي أختي؟ شو بدنا نعمل؟ أنا مثلك. كل اللي بدي إياه إنهم يتجوزوا ونخلص من همهم بقى. على القليلة بس يتجوز ما رح أشوفه يوميا. وأنا شو بدي أساوي مع عثمان؟ ما عم بقدر له. بعد فوتته على الحبس طلع جنانه مظبوط. وهلأ حاطط نقره من نقر رشوان لأنه طالع سليم من الحبس وتركه محبوس. ست بيسان لحقي عم يتخانقوا اثنيناتهم فوق. عثمان وسليم لحقيهم. شو مفكرني؟ مفكرني كلب عندكم؟ أحكي. أنت واحد مريض نفسيا. أنا وأبي ناس ليش يخلصوا اليوم وأنتوا ولا هاممكم. لا تخبص بالحكي والله بيتك وبخلص منه كله. سليم عثمان بعده عن بعض. ما كنا نخلص من فضايحكم؟ لك إذا بترككم رح تخرب شركتكم. أنت مو بس مريض أنت واحد مجنون. خلاص ولا لك مين أنتو؟ لك ما عدت عرفتكم. مين أنتو؟ ماما هو اللي بلش إجا هجم علي. لك أنتو شو غيركم؟ مرت عمي لا تكبري بالحكي. خلاص أنت كمان. انت سبب كل شيء صار. الله ياخذك. قلتلكن اخرسوا. ما عاد بدي اسمع اصواتكن لاني ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. يا ريتني لا شفتكن ولا عرفتكن لانه انتو سبب كل مصايبنا. اسمعوني منيح لحد هون وبكفي. بحلف لك يا ماما هو اللي اجى فجاه وصار يسب علي وبده يضربني. امشي يا رمزيه امشي. هدول ما بيستاهلوا حتى النصيحة.